الفل يا ميمي. صباح النور، يا هلا لميس. ميمي طبعا مش نايمه يا جماعه، عايزه اقول لكم الساعه كام عندك يا ميمي دلوقتي؟ ما هي دي ده عيب فقرتنا النهارده. اول شيء بدي اتشكرك لميس، وبدي اتشكر كل الفريق يلي استضافني اليوم ببرنامجكم. وتاني شيء، الساعه عندنا الساعه 3 الصبح، يعني حدا قالكم انه عندنا 3 الصبح مسهريني ليه؟ قالوا لنا ما انت بصي، ما انا قلت لك الحل ان كنت ركبتي طياره وجيتي هنا كنت هتطلعي 9 الصبح عادي جدا. انما يعني هو دلوقتي 3 الصبح واحنا مضطرين ان احنا نستضيفك لانك مكسره الدنيا صراحه ومنورانا، وعايزاك تجيبي لي قصه كده من اولها وبدايتك، واسمعنا اخترتي المحتوى ده تحديدا. بصراحة أنا ما اخترت المحتوى، هو اللي اختارني. فأنا لما بلشت على التيك توك ما كان في شيء اسمه صناع محتوى، ما كان في شيء اسمه حدا مكسر الدنيا على التيك توك. أنا بلشت بفيديو جديد، يعني فيديو عن الكورونا. نزلت فيديو قلت على دلعونا وعلى دلعونا، هربنا من الهم إجا كورونا، يعني هي غنية. فالغنية ضربت وتويند فايرل والعالم كلها حبوها. وبعدين صارت العالم، أنا بدون ما أعرف فيديوهاتي عم تنتشر عن طريق الواتساب، عن طريق السكايب، عن طريق السوشيال ميديا، الناس بتبعتها لبعض. أيوة أنا ما كنتش عارفة، لأنه نحن كنا محظورين بكندا، فنحن مش عارفين اللي بيحصل إيه برا. أوكي. فبعدين أخذت معي تقريبا شي 6 شهور لعرفت أنه أنا يعني شوي انه بلشت انتشر والفيديوهات تنتشر، وبعدين كملت. بس هي كانت كلها عن طريق الصدفة. اوكي، بس انا ملاحظة ان انت وانت بتكلميني في شوية لهجة مصرية ولا ايه؟ حاساكي قلبة علينا شوية. يا اختي، انا من كتر ما بحب اللهجة المصرية ما فيني احكي مع حدا مصري وما بقلب، مع انه انا كثير ضعيفه باللهجات، بس بحب اللهجه المصريه قوي 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 قوي. واحنا بنحبك قوي قوي قوي، ومصريين كتير بيتابعوكي قوي قوي يا ميمي. وانا عايزاكي تقولي لي فرقت معاكي ازاي السوشيال ميديا، يعني فرقت ازاي في روحك الحلوه اللي وصلت للناس، تلقائيتك اللي وصلت للناس، في شهرتك، ده فرق معاكي ازاي؟ هلا انا كنت اوريدي موجوده على السوشيال ميديا من قبل عن طريق الانستغرام او السناب شات، بس كانت اكثر محدوده خلينا نقول بجو المغتربين بكندا. أوكي. فالتيك توك فتح علي نافذه جديده ما كنت متهيئت لها نفسيا. هلا اكيد كثير مبسوطه، بس انا لهلا يعني هيك بحس الموضوع مستغربته، بس بحس انا عندي اصدقاء. انا ما بحس، يعني انا ماني من جو اللي عنده فانز او ما فانز، لا انا بحس الكل اصدقائي، الكل رفقاتي، وبحس كل قريبه من الكل. عيلة. فأنا عندي عيلة كبرت، فلو باقي لمصر رح أحس إنه عندي عيلة بمصر، صار عندي عيلة بسوريا، عندي عيلة بالعراق، عندي عيلة بكل البلدان، فهذا الشيء اللي بيبسطني. احكي لي يا ميمي، أنا بشوفك بتعملي مواقف، يعني في كام ثانية كده بتعيشينا الموقف اللي احنا يمكن بنعيشه طول الوقت واحنا مش دريانين، المواقف اللي بين الستات والرجالة، الخناقات، علاقة القط والفار. أنتِ السكريبت ده بيجي في مخك إزاي؟ هل بتقعدي تفكري فيه تكتبيه؟ يعني احكي لي كده الكواليس اللي بنشوفها في كام ثانية على السوشيال ميديا. هو ده، الرجالة بيلعبوا معانا من تحت لتحت. فأنا عملت إيه يا لميس؟ أنا قلت تعالوا يا رجالة خليني أنا ألقي الضوء على اللي أنتوا بتعملوه فينا، بس بطريقة حلوة وسلسة عشان ما يزعلوش. فأنا بلشت أي شيء بيصير، يعني خلينا نقول قصص مضحكة بتصير بين المرأة وزوجها، بين قصص يعني بين المرأة العربية والرجل العربي، بلشت اطرحها هيك بطريقة تلقائية كثير. انا مع التلقائية، انا ضد التمثيل التصنع، فحبيت اني بس هيك اطرحها والعالم تقبلتها وحبتها، لانه نحن دائما بنحاول الاسر العوائل العربية والاسر العربية دائما بتحب تخبي مشاكلها. فانا حاولت انها خلونا نحكي عن قصصنا، خلينا نحكي عن مشاكلنا، خلينا نقول الام العربيه لما بيجي عندها مثلا ضيوف بتلملم على السريع، بتنظف، بتدفش الاغراض تحت الكنبايه عشان العالم تشوف البيت نظيف. ده بيحصل صحيح. فبلشت انه احكي القصص بصوت عالي، لانه هدول المواضيع مو مطروحه من قبل، فحبيت اني انا احكي عنها. ميمي انتي نورتينا، وفعلا المواقف اللي دايما بتتكلمي عنها بنلاقي نفسنا فيها، وبروحك الحلوه بتسهليها علينا، حتى لو هي مشاكل انتي بتسهليها علينا، وبنضطر في الاخر نضحك على الازمات او المواقف او المشاكل اللي يمكن بنعيشها طول اليوم. فانا بشكرك، نورتينا، وهسيبك دلوقتي الحقيقه تنامي قبل شغلك شويه. شكرا كثير لميس، انا
وانا انبسطت بوجودي كتير معكم. المره الجايه بتعملي المقابله الساعه 10 الصبح؟ المره الجايه بدري بدري، ما تقلقيش ان شاء الله. شكرا ليكي يا حبيبه قلبي، وان شاء الله المره الجايه نشوفك في مصر. ميمي ترافل كانت معانا من كندا، كان لازم ان احنا نتقابل معاها ونشوفها كده وهي على طبيعتها زي ما بنشوفها على السوشيال ميديا. نورتينا، المره الجايه في مصر بقى ان شاء الله. اتشرفت فيكم، شكرا كتير. باي باي.